هذا البرج رائع جدا صاحب العيون السحريات القادر من خلالهن كسب القلوب الاشخاص اللي حوله هو شخص روحاني بالفطره لديه قوه حدس تعلمه بالخطر قبل حدوثه اكيد انا بحكي عن مولود برج الحوت أتمنى من الجميع اللايك التشجيعي والاشخاص الجدد على القناه ما ينسوني بالاشتراك ومهم جدا يفعلوا زر الجرس عشان نكون على المباشر مع بعض باذن الله تعالى وللتواصل على طريقة الواتساب بتلاقوا رقم الواتساب تحت اسفل الفيديو بصندوق الوصف ومرات بكتبه في التعليقات لنرى يا اصدقائي شو مخبالكم بالاحداث القادمة باذن الله تعالى ستتلقى خبر يسعد قلبك وتشعر أن الحظ يدعمك وخصوصا في الأمور المشتركة والأعمال أيضا المشتركة بينك وبين الأشخاص الآخرين هناك انتصار واضح على الجميع اللي من حولك بسبب إنجاز رائع جداً ستقوم به بالأحداث القادمة استلقى العديد من الدعوات إلى مناسبات سعيدة وخصوصا هناك شخص من المقربين من حولك سيحدث عنده حفل زفاف وستكون بهذا الحفل رائع جدا بقمة الجمال والأناقة تلتقي بأشخاص ترتاح لصحبتهم وتتحدث بأمور رائعة جدا تثير اهتمامك وفضولك حاول قدر المستطاع وخصوصا يومة الثلاثاء والأربعاء لا تأخذ أي قرار حاسم في الأمور المهنية أنه في بعض الأشخاص سيحاولوا خداعك نصب بعض المكائد والحيل لك سيزينوا أمر ما أمامك مثل موضوع مهني أو أشياء من هذا القبيل فحاول بهذول اليومين لا تأخذ أي قرار حاسم وقبل ما تأخذ أي قرار حاسم إذا اضطريت لقرار يعني بشكل سريع جدا إنك تدرس ملية قبل الموافقة عليه تتاح لك بعض الفرص الرائعة والمميزة في المكاسب المالية، سيكون أغلبها من أعمال خاصة ستقوم بها، هناك مشروع مهني يدور في رأسك، أنت تفكر به مليّة منذ حين، وحاسس أنت داخلياً انه صار الوقت المناسب لتنفيذ هذا المشروع الذي يراودك لتحصل على انجاز جديد ومبلغ مادي جيد واستنطلق بهذا المشروع انطلاقه سريعه وقويه ستكون قادر من خلالها بدفع مصالحك الى الامام سيكثر الاشخاص اللي من حولك طالبين دعمك إلهم أو منحهم الطاقة الإيجابية تكن نشيط جدا على مواقع التواصل مثل الفيسبوك والواتس آب وأشياء من هذا القبيل تلقى منشوراتك العديد من الإعجابات للأصدقاء من القدامى وأيضا الأصدقاء الجدد تزداد رغبتك في السفر إلى دولة أخرى خلاف الدولة اللي أنت قائم عليها تستعين ببعض الأصدقاء اللي تعرفت عليهم بالأول الأخيرة عن مواقع التواصل اللي يبحثون لك على فرصة عمل بالدولة اللي هم قائمين عليها كلها راح تحكي لك أنا راح تبحث لك وراح تدور لك بس اثق تماما يا صديقي برج الحوت ما بحق ظفرك غير جلدك عفوا ما بحق جلدك غير ظفرك في الامور العاطفيه ستعيش باذن الله تعالى يوم الثلاثاء والخميس يوما يومان سعيدان جدا مع الحبيب ورح تتناقشوا بأمور رائعة جدا حابين انكم تعملوها ان شاء الله في المستقبل القريب وليس البعيد سيحاول احد الاشخاص ان يزرع الفتنة بينك وبين الحبيب وهدفه انه يصير انفصال حاول قدر المستطاع انك تعرف هذا الشخص وآمن بإحساسك وخصوصا قوة الحاسة السادسة عندك راح تكون عالية جدا وهي طاقة داخلية ستعلمك بهذا الشخص بس بضل عندك اللي هو أنت نفسك تآمن بإحساسك لأن دائما أنت بتخالف إحساسك ولاحظت أنه دائما هو بكون الصح وليس أنت اللي هو كيف يعني احساسك يا اصدقائي؟ بجوز في اشخاص مش فاهمه علي، شو معنى كلمه احساس؟ الحاسه السادسه او الاحساس اللي هو يا صديقي لما تكون بدك تذهب الى امر ما الى وظيفتك المهنيه، تشعر هيك شعور داخلي انه يعني يحدث معك امر ما غير جيد، او امر ما جيد، هذا هو الاحساس، حاول انك تامن به وثق تماماً إنه مش راح يخذلك في الأمور الصحية تبذل الأمور جيدة تبدو الأمور جيدة وخصوصاً إنك المرحلة الأخيرة ركزت على أمورك الصحية هذا الموضوع عزز وضعك الصحي وأيضاً الأشخاص اللي كان عندهم وزن زائد نقصوا هذا الوزن الزائد، واستعادوا لياقتهم ورشاقتهم اللي فقدوها منذ زمن. تلقى اتصالات رائعة جدا وحماسية من أفراد العائلة ومن الأصدقاء المقربين من حولك. لن تكون وحيدا، بل سيلتف الكثيرين حولك طالبين دعمك الهم أو منحهم الطاقة. الإيجابية أنا يا أصدقائي والأعوذ بالله من كلمة أنا بعمل كل آخر شهر 30 قراءة خاصة ومجانية بتم اختيارهم من التعليقات اللي تحت أسفل الفيديو كل آخر شهر اللي ما الحظ هذه المرة ما يزعل إن شاء الله بالفترات القادمة سيحالفك الحظ وتكون من أحد الرابحين معي بهذه القراءة وللتواصل على طريقه الواتساب بتلاقوا رقم الواتساب تحت اسم الفيديو في صندوق الوصف ومرات بكتبه في التعليقات اما الاشخاص اللي بتربح معي قراءات خاصه القراءه عباره عن كشف كامل روحاني عاطفيا ومهنيا توقعات الاشهر القادمه باذن الله تعالى واذا في موضوع معين او مشكله معينه بحاجه لنقاش بشكل مباشر نتناقش فيها وان شاء الله بنلاقي لها حل كل الحب والتقدير لكم يا اصدقائي وان شاء الله القادم سيكون افضل وافضل باذن الله تعالى